السلام عليكم ومرحبا بكم في طولك شو تفاؤلي جديد جينتين جينيراسيون العشرة، برنامج الشباب المصادق عليه من طرف الوالدين. في عناوين هذه الحلقة ضيفة تكون هي الفنانة نضال إيبورك. موضوع المواجهة يكون هو مع أو ضد تقنين زراعة القنب الهندي. فقرة ويبوميتر مع سناء، غادي نتعرفوا على لي بودكاست ديال الموضة وديال المكياج، بالإضافة إلى ضيفة مفاجأة في آخر الحلقة وآخر البودكاستات اللي مازال ما خرجوا. إذا خليكم معنا. مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقه والعدد الجديد من جينيراسيون تين. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم والملاحظات اللي كتكتبوا لنا وتصيفطوا لنا. في الجزء الاول ديال الحلقه وديال البرنامج كنخصصوا الحوار مع الضيفه اللي غادي تكون معنا والمبارزه ديال الافكار في الموضوع اللي معنا، وفي الجزء الثاني كل ما هو بودكاستات جديد للويب وضيفه اللي غادي نتعرفوا عليها في الاخر ديال الحلقه. هادشي كامل مع فريق البرنامج. نقدم لكم سناء. شكرا اسامه وشكرا للمشاهدين اللي تابعوا معنا اليوم حلقة جديدة من جنتين. ككل حلقة عندي لكم جوج الفقرات، الأولى في أشتاق اللي غنتعرفوا من خلالها على موضوع المناظرة وموضوع الحلقة، وغنقرا البعض من التعليقات اللي خليتوا لنا في المواقع الاجتماعية. أما الويبوميتر ديال اليوم، فبما أننا هذا الأسبوع كنحتفلوا بالمرأة، فغادي يكون الويبوميتر على عالم الجمال، عالم المرأة، عالم الأناقة. اليوم غادي نهضر لكم على لي بودكاست فيمينان ديال لابوتي وديال لامود. خلي لي لابوتي. مبروك العواشر معنا كذلك النورس، مرحبا بك أخويا. الله يبارك فيك اخويا. انا اليوم غنخصص واحد الفقره كبيره للسيده اللي معنا. صافي يكمل جيبوها ضيفه. باركم سعود نهاركم، باركم سعود نهاركم، صفيقاتي نهار النساء، باركم سعود ما نكونوا معاكم. انا عندي سؤال واحد دابا للناس تتشوف فيك كل نهار اثنين، اش غتبلغيهم في عيد المراه دابا؟ اش تقولي لهم؟ وحنا بغينا الصراحة الطلب اللي بغينا هو أننا ما نبقاوش نحتفلوا بعيد المرأة غير نهار واحد، يكون احتفال العام كامل. برافو برافو البنات على خطاكم متفقين ولا متفقين؟ متفقين ولا متفقين؟ بينوا لي الفتاة والو كله ضد. الله يسهل عليكم. شكرا. حنا اسبريد لاف. شكرا. الله يسهل علينا. واخا نتعرفوا على الضيوف ديالنا. نتعرفوا على الضيوف ديالنا اللي كل واحد جا من مدينة. معنا جواد من مكناس، مرحبا بك جواد. شكرا. عرفنا بك جواد. جواد زدوقات 28 سنه، استاذ وفاعل جمعوي. بهذه المناسبه ديال عيد المراه تنوجه التحيه لجوج سيدات، الاولى اللي هي الوالده ديالي اللي عزيز عليا بزاف، والثانيه الزوجه ديالي اللي يلا عطاتنا واحد هديه زوينه، الابن ديالنا سامي. الله يخليه ليك ومباركم سعود، وتحيه للزوجه ديالك وديال الام ديالك اليوم. شكرا. حد سعيد اليوم. شكرا بزاف. مرحبا بنجوى اللي غادي تكون فاس مع جواد. مرحبا بك نجوى، قدم لنا. شكرا اسامه. نجوى البقري الطاهري من مدينه طنجه، طالبه بالمعهد العالي للتدبير ووسائل الاعلام شعبه الصحافه والتواصل، السنه الثالثه. مبروك العواشر. الله يبارك. بالنسبه للنوراس ما خصوش يقول يعني غير عيد سعيد، خصو يقوم بالفعل والقول، يعني يجيب شي كادو. يلا هو تهاني غير كفيله. اول جواب عيد مبارك سعيد. لا الفعل، الفعل عندها الحق. وانا فرحانه اليوم حيت معنا مشاركه وفرحانه كذلك باننا كنحتفلوا بعيد المراه. معنا ضيفه اللي غتنورنا في الحلقه ديال اليوم. شكون هي الضيفه ديالنا اسامه؟ نقولوها دابا نيس. غادي نعيطوا على الضيفه ديالنا الفنانه والمطربه نضال إيبورك. يا سلام، مرحبا بك. كي دايره نضال؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم. كنبغي نشكركم على الاستضافه، لانني انا بالفعل فرحانه نكون متواجده في هذا البرنامج، مولود جديد ديال مدينه، وعجبتني الفكره ديال البرنامج، وتنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا ونورتينا اليوم. بارك الله فيك. انت ساكنه في امريكان ولا في كندا؟ كلهم. ما بين موريال وشيكاغو ياك؟ موريال وشيكاغو والمغرب. والمغرب بطبيعة الحال. كاين شي برد تماك؟ انا خليت ناقص 22. ما عادي الصهد. عادي ولفنا. ولفنا. ناقص 22. كنجي هنا وكنجي هنا وكنشوف الناس يقولوا البرد، تنقول لا ماشي البرد، غير الغربي. ما خصناش نشوف غير الغربي. المغرب. دابا الجديد ديالك هو الماضي، قبل ما الاغنيه ديال الماضي، قبل ما نذكروا فيها ونهضروا على الكليب شويه كذلك، بغينا نعرفوا شنو كدير نضال إيبورك في مونريال؟ شويه عندك مهنه بالموازاه الى الفن.
انا غير باش نعطي شويه ديال الفكره للمشاهدين، هو انا فاش مشيت لامريكا مشيت في اطار بعثة دراسيه، كملت الدراسه تما، كنت حصلت على الاجازه في ادب انجليزي هنا في المغرب من جامعه ابن طفيل في قنيطره، ومشيت في اطار البرنامج اللي كان هو عباره عن منحه من وزاره الخارجيه الامريكيه، كملت اجازه في التواصل الاعلام، ومن بعد درت ماجستير في الموارد البشريه. فبالاضافه للفن والدراسه العمل ديالي هو في الموارد البشريه وفي الاداره الجامعيه. انت عندك ديبلوم في تريننج؟ It's a master's degree. It's a master's degree. Yes. Ah, okay. Yeah. I know what you mean. واخ مرحبا بك. بغينا التعريف ديالك ديال النمره 10 بالنسبه لك. نمره 10. اوكي نمره 10، نمره 10 ماشي ال 10. هي حتى ال 10 زوينه. خلي بالك اختي نيضة. نمره 10 من الارقام بعدا اللي كيعجبوني. نمره 10 بالنسبه لي نمره ديال النجوم، رقم النجوم. ميسي، مارادونا، بيلي، ولكن نمره 10 علاش ما كتعجبنيش في نفس الوقت؟ لانه انا بنت رجال التعليم، ماما استاذه الفلسفه وبابا استاذ التاريخ والجغرافيا، ف الا ما جبتيش 10 على 10 ماشي دائما، ولكن كان دائما خاصك يعني تكون من الاولين. تحيه التقدير واحترام لكل رجال ونساء التعليم. معنا الاخ النوراس، وجد لك شي كلمات، وجد البورتري ديالك بطريقته وديال القوافي، غادي نستمعوا ليه. شنو وجد لك اليوم؟ شكرا اسامه، نتمنى من تكون زقلت المعلومات، ونتمنى من زقلش التكس. سلام يا اهل السلام، ومع اهل الغربه يحلى الكلام. معنا فنانه متعدده المواهب جالت نص العالم. سلام يا اهل السلام، مع اهل الغربه يحلى الكلام. تصفيقات حرة لنضال، فنانة الفنانات. زديتي في الرباط، زديتي في الرباط وقطعتي فيها أشواط، مشيتي لقنيطرة وقريتي اللغة الإنجليزية ماشي الماط. 2006 جات الفرصة ومشيتي الميريكان، خديتي الماستر، ومن موراها بدات رحلة فن الفنان. 2014 تعرفوا عليك الناس في ذا فويس، ما يهمش فين وصلتي، it was a choice. واحدة من المقالات ديالك قراتها أوبرا، هزيتي بينا وهزيتي الدرابو، الله عليك يا مرا. آخر الأعمال ديالك أغنية الماضي، خرجتيها في عيد الحب، تفرج في الكليب كان سينمائي بين مصوب بحب. في عيد المرأة تنتوجه لكاع خواتاتي ياخذوا منك المثال، إلا بغيت غادي نقد واخا قد يكونوا قدامي الجبال. أنا سريت كلامي ونتمنى يكون عجبك الموضوع. تبارك الله عليك، عجبني. شكرا. تتمنى ما نكونش غلطت في المعلومات. لا لا، المعلومات كلها صحيحة، كلها صحيحة. شكرا. الله عليك، عجبني. عجبتني أنا ملي كنت جاي كنت هزة الهم الصراحة، شنو التقديم اللي غيدير لي النورس؟ ما فاجئتيني. أنا ما كنت من المتتبعين ديالك في ذا فويس يعني، وملي تشوف مغربي عطى 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 بزاف وصل دوك المواصل، تجيك واحد غير على ولاد بلادنا، تجي واحد بعدا واحد الحراره في القلب زعما. ومن هنا هذا المنبر تنشجع الناس كاملين يكون عندهم حلم ويثيقوا فيك. نضال اشطق نضال. نضال، دورينا على اجواء التصوير ديال الكليب الماضي اللي لقى واحد الصدى طيب ونجاح، وكما قال نورس تصور بطريقه سينمائيه رائعه. الماضي هي اخر اغنيه صدرتها من كلمه والحان عماد المغربي، توزيع بدر المخلوقي، واخراج عبد الهادي انبارو اللي هو مخرج مغربي شاب في موغيال، وانتاج فني اوبجيكتيف 9. صورناها في موغيال، ويعني كنا بغينا الفيديو كليب يكون مختلف، هي لانه الاغنيه رومانسيه كتكلم على الحب، كتكلم على علاقه اللي انا كنتفكر فيها الماضي، كنتفكر فيها الماضي الزوين، وفي نفس الوقت كنت بغيت الفكره ديال الفيديو كليب تكون قريبه ليا انا شخصيا. فالحمد لله الناس يعني كنشوف انهم عجبهم الفيديو كليب، وكنتمنى الناس اللي ما شافوش يمشيو يشوفوا سوغ انترنت. نضال الماضي، بغيت نسولك على واحد
ربما قاسم مشترك كاين في الاغاني ديالك ولا الاغلبيه ديال الاغاني اللي كتغنيها نضال ايبورك، كاين سول قلبي، كاين الماضي اذا النوستالجيا، كاين عيد الحب خرجتي في عيد الحب، كاين حبيتك تنسيت النوم، حتى لي كافر ولا الاغاني ديال الاخرين، صبري عليك طال، داكشي فيه رومانسيه بزاف، واش مقصحه شي شويه؟ عرفتو غايقول شي حاجه. لا ابدا، ولكن الواحد ما كيقدرش يعيش بلا حب، ما كيقدرش يعيش بلا عاطفه، ما كيقدرش يعيش بلا عطاء، فانا دائما كنغني على الحب. وفين وصلتي انت في هذا الموضوع؟ بتوين اس غير بيناتنا بلا ما يسمعنا حد. السؤال قلته بشويه. صراحة ما توقعتش. كليك لا شكون كيشبه كي دايرين المعايير ديال حليم الافراس ديالك زعما حليم الافراس سباقات على حليم الافراس. برافو اسامه برافو. نعاودو ولا نكملو؟ لا سير كونتينيو. مواصفات ديال فارس الاحلام هذاك. انا ما كنشوفش مواصفات، يعني مواصفات شكليه، ولكن كنشوف الشخصيه اساسا. الواحد اللي يكون كيفهمك، الواحد اللي يكون تيقدرك وكيحترم داكشي اللي كتقدم، لانه العمل ديالنا كفنانين كيطلب بزاف ديال المجهود، وكيطلب شخص اللي غيكون كيفهم وكيحترم ويبغيك تزيد لقدام. اون توكا تبارك الله عليك، ناشطه وعامله ومغنيه، تبارك الله عليك. مناضله نضال. اسم على مسمى. بارك الله فيك. نسولك نضال، في الاول مشيتي غير باش تكملي الدراسه ديالك في امريكا، واش كانت الفكره من الاول انك تبقاي تماك وما ترجعيش المغرب؟ صراحه ما كانتش الفكره، لانه انا البرنامج اللي مشيت فيه كان هو بعثه دراسيه لمده سنتين. ولكن مشيت شفت انه كاين فرص باش نكمل القرايه ديالي، وكانت يعني الجامعه تما كتعطيك فرصه انك باش تكمل الدراسه ديالك، وتما تحت لي فرصه انني نشتغل. ف وبالموازاه مع الفن كنت يعني قدمت عروض مع فرقه الموسيقى العربيه، قدمت حفلات الجاليه المغربيه والعربيه، فهذا خلاني انني اولا نعرف بالموسيقى ديال المغرب، نعرف بثقافه بلادي، ونوصل الثقافة ديالنا للجمهور اللي يمكن ما كيعرفش علينا بزاف. ما كيعرفش علينا وما كيفهمش حتى اللغة ديالي، يعني صعيب ان باش يحضروا لك امريكيين الحفلات ديالك وما تفهموش اللغة. واش الحفلات ديال نضال في الخارج كيكون فيها حضرة غير الجالية المغربية ولا العربية، ولا تيكون حتى جمهور امريكي؟ لا تيكون خالط، تيكون جمهور امريكي، هو على حسب الولايات اللي كنمشيو ليها، ولكن تيكون واحد الحضور ديال الجمهور الامريكي اللي هما كيبغيو يسمعوا الموسيقى ديال العالم وكيحسوا بالموسيقى ديالنا، لانه شحال مره في الاخر ديال الحفل كيجي عندي شي حد تيقول لي ما فهمتش شنو كنتي تقولي، ولكن الموسيقى ديالك وصلتني. احساس وصل. احساس وصل. هذا هو اهم حاجه. بالنسبه لنجوى وجواد جاو يناقشوا واحد الموضوع، ما فيها بس نسولوك عليه تنتيا. الفنانه ديالنا نضال، هو التقنين او عدم التقنين الزراعه ديال القنب الهندي، كنعرفوا ان في بعض الحالات وفي بعض الولايات الامريكيه هذا الشيء مسموح به. انت شنو بالك في هذا الموضوع؟ هو كما قلتي في امريكا مسموح به في بعض الولايات، ماشي بزاف. انا شخصيا كمغربية وكعربية وكمسلمة، أنا مع تقنين القنب الهندي لأغراض طبية فقط، لأني أنا كنشوف إلى فتحنا المجال الناس كلهم يستعملوا القنب الهندي، غنوليو ندخلوا في مشاكل أخرى، مخدرات أخرى، أزمات أخرى، مشاكل أخرى اللي أنا كنظن إحنا في غنى عليها، وعندنا بزاف د الحوايج اللي خاصنا نهتموا بها كشباب باش نزيدوا بلادنا القدام. وهذا هو السؤال اللي طرحنا اليوم في الموضوع ديال الحلقه واللي غادي نطرحه في المناظره، واش نتوما مع او ضد تقنين زراعه القنب الهندي، مع العلم ان اكثر من 90,000 مغربي اسره مغربيه في مناطق الريف كتعيش من زراعه القنب الهندي، وكاين اللي كيشوف بان هذا التقنين غادي يحل المشاكل القانونيه وغادي يخلي البلاد اللي غتستافد اكثر من هذه الزراعه في المجال الطبي والصناعي، وسبق وطرح هذا الموضوع في البرلمان، وصرح رئيس الحكومه بان المغرب كيبدل
مجهودات مهمة لمكافحة زراعة القنب الهندي، وعبر على انفتاحه لاقتراحات النواب من أجل إيجاد المشاكل المرتبطة بزراعة القنب الهندي. واليوم غادي نقرا لبعض من التعليقات اللي نتوما خليتوا لنا حول هذا الموضوع اللي كانت كثيرة وكانت مختلفة. إذا أش ومهدي أول تعليق غادي نقرا ديكا كيقول: أنا مع تقنين زراعة القنب الهندي لأن الدولة بذلك ستحد من الزراعة العشوائية للقنب الهندي، وستحد بذلك من تهريب هذا المنتوج واستغلاله فيما سينفع المغاربة وليس فيما يضرهم. عبد الرحيم جي أحمد كيقول: أنا ضد، فالمغرب كيحتوي على موارد هامة من الثروات الطبيعية، فنحن في غنى عن زراعة القنب الهندي. أما حكيمة جاد فهي تقول: أنا ما متفقش مع هذه الفكرة، حيث إلا قلبنا أو لا إلا قبلنا الزراعة ديالو غادي نزيدو في الاستثمار ديالو. رضوان عبد الإله كيقول: أنا مع زراعة القنب الهندي لأن المنافع ديالو كثيرة وفي عدة مجالات، غادي نذكر منها المجال الصحي، صناعة بعض الأدوية، كذلك مجال صناعة الملابس، خصوصا أن نبتة القنب الهندي كتميز بصلابة متينة. وشكرا. ومن بين لي أشتاق اللي دايرين حول هذا الموضوع: أشتاق تقنين القنب الهندي وأشتاق تقنين الكيف اللي هو معروف بالدارجة بالكيف. والله يحفظ. دابا نشوفوا شنو جلينا زواد ونزوة في جملة وحده بالنسبه لك، راي ديالك في الموضوع نورس. هو راه ديجا لابس الخضر. والله اعلم. جمله واحده باش ندوزو للزابينغ. داكشي اللي يقولوا هاد الجوج، انا براغاتي هل يتفقوا عليه ولا يقولوا؟ واخا نطلبوا منهم يستعدوا وحنايا نقترحوا عليكم تفرجوا في هاد الزابينغ. تحقت بنا الاستاذه ليلى نعيم اللي كالعاده غتعطينا الاسم ديال المشارك اللي توفق في المناظره وغتعطينا تحليل دقيق ديال المناظره والمهمه دائما عندها صعيبه. مرحبا بك استاذه ليلى نعيم. شكرا سناء. شكرا اسامه. مرحبا بك استاذه ليلى نعيم، عطيتينا نصائح وتوجيهات كالعاده اللي الاكيد كلشي كيستافد منها ولي ديباتور اللي معنا يستافدوا منها كذلك. نشوفوا شكون يتفوق اليوم في هذه المواجهه، واش العلم والطريقه ديال الاستاذ او حب الصحافه مع نجوى. اذا الموضوع المطروح ديال هذه المواجهه هو: هل نحن مع او ضد تقنين زراعة القنب الهندي؟ طريقة المشاركة والمناظرة هي سهلة، هي 30 ثانية 30 ثانية كمقدمة، من بعد الصوت الثاني جوج دقائق جوج دقائق، ومن بعد الخاتمة أو الضربة القاضية هي 30 ثانية. نبداو من اليمين ديالنا مع جواد، إلا كنتي مستعد غادي نتوكلوا على الله. 3 2 1 توب. نعم، أنا ضد تقنين زراعة القنب الهندي أو ما يصطلح عليه باللغة العربية الكيف، بالدارجة العامية الكيف، لأن هذا التقنين الذي نتحدث عنه اليوم سيدفع بالمناطق التي تعرف انتشار هذه الزراعة، أي مناطق كتامة، ببرد، الساقن، الحسيمة والنواحي، إلى العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. سأحاول التطرق إليها من خلال هذه المناظرة وأتمنى أن أكون موفقا. واخا تبارك الله عليك، شكرا لك جواد. تفقت عليهم بجوجهم بعدا وندوزو مباشرة عند نجوى. 3 2 1. أولا للتوضيح أن استعمال مصطلح تقنين يحيلنا على أننا سنتحدث عن ظاهرة غير عادية. زراعة القنب الهندي في المغرب تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء. اليوم نحن مطالبون بأن ندق ناقوس الخطر ونعلن عن أن زراعة القنب الهندي تجاوزت كل المساحات. التقنين لماذا؟ لأننا أولا سنسمي الأشياء بمسمياتها ولن نعد نشير بأصابع الاتهام إلى مناطق الشمال ومناطق الريف كمناطق مصدرة للقنب الهندي. سنكون نستعمل مصطلحات واضحة جدا. واخا حتى الاحترام ديال الوقت كاين واضح جدا، تبارك الله عليكم. ان واصلوا الى كنتو مازالين متحمسين وندوزوا للمعقول، ندوزوا للشوط الثاني مع جوج دقائق جوج دقائق لبلوره الافكار ديالكم وتوضيح الاراء ديالكم. وغادي نبداو دابا معاك نجوى. 3 2 1. لا أعرف لماذا عندما نتحدث عن قنب الهندي نأخذ الجانب المظلم فيه، لماذا لا نقتدي بالدول المتقدمة ونقول سنأخذ ما هو إيجابي في زراعة القنب الهندي، لماذا لا نستعمله في المجال الطبي لنرتقي أكثر، لماذا نستعمله في مواد التجميل ونستعمله في صناعة الملابس، وسأتحدث بلغة الأرقام لكي لا نرضخ بالحقائق عرض الحائط. عندنا 50,000 من سكان تلك المناطق متابعون متابعة قضائية، تخيل معي أنك مغربي ولست بلاجئ، لا يحق لك أن تسافر من مدينة إلى أخرى، تخيل معي أن سكان
تلك المنطقة ليس لهم الجرأة أن يقوموا بدفع طلبات الحصول على بطاقة تعريف الوطني. أغلب سكان تلك المنطقة ليس لديهم بطاقة تعريف وطنية. تخيل معي أن 90,000 أسرة تقوم يعني تعتمد في عيشها على تلك الزراعة. نتحدث عن مشاريع تنموية زراعة القنب الهندي بمناطق كما مثلا ومناطق بني أحمد منذ القرن السادس والقرن السابع وهي تعتمد على زراعة القنب الهندي. وصلنا إلى القرن 21 ونقول أننا سنقوم بخلق مشاريع تنموية. التنمية لا تكون بليلة وضحاها، التنمية تحتاج إلى دراسات، وعندما نقوم بأننا نقول بأننا سنحارب زراعة القنب الهندي فنحن يجب أن نكون واضحين، لا نستعمل مصطلحات فضفاضة، يجب أن نقدم حلول واقعية، حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ونذهب عند أولئك المزارعين ونقول لهم توقفوا لقد أتيناكم بالحل الواضح، ها هي المشاريع فابتعدوا عن زراعة القنب الهندي. عندنا فيما يخص الاتفاقيات، المغرب سنة 1961 وقع على اتفاقية لتقنين زراعة القنب الهندي، هذه الاتفاقية ماذا تقول؟ تقدم حلين لا ثالث لهم، إما التقنين إما حرق المحاصيل. في المغرب ماذا لدينا؟ لا تقنين لا حرق المحاصيل، مجرد مطاردة أولئك المزارعين البؤساء الذين ذنبهم الوحيد أنهم جاءوا في المغرب يصنفوا ضمن المغرب المنسي، ليس لهم ذنب أعتقد، وأن التقنين هو الحل الوحيد وسنأخذه بمنظور إيجابي. واو برافو. انا كنظن والله اعلم دارت 4 دقائق في 2 دقائق مع السرعه ديال الهضره ديالها. تبارك الله عليك النجوى، وان شاء الله تبارك الله عليك حتى يا الجواد. رد الفعل خصو يكون قوي ومقنع. غادي نواصلوا مع الصوت الثاني. الكلمه ليك دابا جواد. 3 2 1. كما سبق واشرنا في بدايه هذه المناظره فان التقنين سيؤدي الى نتائج وخيمه على قبائل الريف وجبالة بصفة عامة، لأن هذا التقنين الذي نتحدث عنه اليوم هو سابق لأوانه. السؤال الذي تبادر الأذهان حاليا هو كيف ولماذا؟ لماذا هذه المشاكل ومنين غادي هذه المشاكل؟ الجواب واضح وضوح الشمس، لأن هذا التقنين الذي نتحدث، لأن مناطق جبالة والريف بصفة عامة تعاني من قلة التنمية. إذا مشيتي زرتي ثلاث كتامة ولا قبائل غمارة بصفة عامة ما تلقاها ممشى بعيدة، ما فيها لا مستشفيات لا ملاعب القرب لا والو. زيادة على هذا الشيء اللي قلت، فإن التقنين سيؤدي إلى انتشار هذه الزراعة إلى باقي أنحاء المغرب. كل شيء غادي يبغي يزرع بحجات أو ذريعات التقنين. غادي يجيك واحد من جانب المغرب يقول لك أنا غادي نزرع كيف، لأنه مقنع عنده قانون تيحميه. زيادة على هذا الشيء، التقنين اللي تتكلم عليه اليوم وتدافع عليه في هذه المناظرة هو تتنافى مع المواقف الثابتة للدولة المغربية والتزاماتها الثابتة لمكافحة انتشار هذه الزراعة. أنا بغيتك تكوني أكثر شرحا ووضوحا وتشرحي لنا كيفاش يمكننا نستافدوا من هذا التقنين في وسائل كما قلتي طبية وصناعية. من طبيعة الحال ما عندكش الجواب، لأن أغلب الدراسات تتبين بلا هذا التقنين هذا ديال الكيف ونستعملوه في وسائل طبية فقط 2% من المنتوج ديال المغرب اللي يمكننا نستعملوه في وسائل طبية وصناعية. إذا شنو يمكننا نديرو ب 98%؟ من طبيعة الحال أن غادي تمشي الاستهلاك المباشر اللي كنا تنعرفوه، وهكذا عوض ما نكونوا ربحنا من هذا التقنين غادي نخسروا شبابنا لا قدر الله. وشكرا. قاش 21 ثانية ماشي مشكل. منافسة مازال مستمرة بين جواد ونجوى، شكون اللي غادي يقنع أكثر، شكون اللي غادي يتوفق أكثر. نخليكم تاخذوا نفس ونعطيو الكلمة لشباب الجالية المغربية في فقرة على برا. أنا مع تقليل الكيف في المغرب، لأنه كنظن أنه إجباري وضروري، وكنظن اننا تاخرنا في هذه المساله هذه لانه مهم. تنضيعوا اساسا على الاقتصاد ديالنا واحد المورد مالي مهم في الضرائب كما كنديروا مع الكحول ومع السجائر. فكنظن انه غريب اننا نوقف عند القنب الهندي او ما يسمى بالكيف، لانه خصوصا عنده استعمالات طبيه واستعمالات صناعيه، والأضرار ديالو قليلة مقارنة مع الكحول. يعني كنضيعوا على الاقتصاد ديالنا وعلى الفلاحين اللي هما المتضررين الأساسيين.
كنشكروا بزاف الجاليه المغربيه اللي على برا اللي دائما عندها الكلمه كذلك في برنامج جينيراسيون تين. هذا الموضوع هو حساس وشائك، ولكن الا ما كانش تار الجدل والنقاش ديال وسائل التواصل ووسائل الاعلام ما غاديش نطرحوه حنايا في ليميسيون ديالنا. قربت لكم دابا نجوى وجواد باش نتعرفوا اكثر وتقربونا وتقنعونا بالافكار ديالكم والاراء ديالكم. غادي نبداو معك، نبدا معك نجوى. كتقولي ان الفلاحين انت مع الفلاحين ومع المساعده ديال العائلات المعوزه والفقيره ومع التقنين، ولكن الانتشار ديال القنب الهندي ما كتظنيش انه عنده مخاطر كبيره على الصحه، على الاقتصاد وعلى المجتمع؟ فيما يخص مخاطر ديال زراعه القنب الهندي لا يمكن لاحد ان يطعن فيها. المصطلح التقنين هو مصطلح يشرح نفسه بنفسه، يعني نحن لسنا في حاجه الى ان نشرح مصطلح التقنين. مصطلح التقنين واضح، سنسمي الاشياء ونسمي المناطق والمساحات وماذا سنقوم يعني بالمنتوج ديال الكيف. عنده مخاطر طبيعي الحال، عنده مخاطر اكيد، عنده مخاطر لكن سوء استعمال يعني وانتشار ديال القنب الهندي في مناطق الشمال ومناطق الريف يعني تجاوزت الحدود، يعني اكيد سيكون له يعني مخاطر على الشباب. من بين المخاطر ديال الاستعمال التناول ولا البيع وشراء القنب الهندي كاين كيتسبب في سرطان ديال الجلد، كاين ضعف العضلات ديال القلب، كاين تاثير على العمل الجهاز التناسلي، كاين ارتباك ذهني الى اخره. واش هذا الشيء كيمشي في منحى التقنين اللي بغيتي انت؟ لا، انا لا اتحدث عن التقنين يعني من الجانب يعني المظلم فيه، اتحدث عن التقنين من الجانب يعني المشرق. نحن نعرف ان مناطق كسام ومناطق الريف ونحن في القرن 21 لا تتوفر على مدارس ولا على مستشفيات ولا على طرق، وذاك هو العار الحقيقي والحرام الحقيقي. يعني مساله التقنين ستنقذ اولئك المزارعين من الفقر الذي يعيشون فيه، ستحاول الارتقاء ولو قليلا، لان التنميه في تلك المناطق يعني شخصيا اراها انها مستحيله. لنكون واضحين ان نحن نتحدث بلغه الارقام ولغه الواقع، والواقع يشرح نفسه. يعني التقنين ستكون مساحه يعني محدده، الفلاحين الذين يقومون بزراعتها يعني اسماء واضحه ومناطق محدده. بالنسبه لك جواد، في وسط المناظره ديالك قلتي انه التقنين علاش لا، ولكن غير هو بالنسبه للحاليين سابق لاوانه. يعني انت ربما مع التقنين انت انا قلت الحديث اللي هو سابق لاوانه، محد مازال ديك المناطق عايشه العزله والتهميش، فان الحديث باش نهضروا على التقنين في هذا الوقت هذا في 2016 و2015 راه هو مازال زعما ما خصناش نوصلوا لهذا النيفو. انت بالنسبه لك خصنا نشددوا الحصار على هاد الفلاحين وعلى القنب الهندي عامه؟ لا، ماشي نشدوا الحصار، ولكن خصنا نقلبوا لهم على زراعات ولا شي فلاحه بديله اللي تعطيهم واحد الاجر واحد اخر اللي يغنيهم على هذا القنب الهندي. وبالنسبه لك القنب الهندي عنده منافع اكثر ولا سلبيات اكثر؟ اغلب الدراسات تتبين بالله راه فقط 2% اللي يمكن تستعمل المنافع الطبيه ولا صناعيه، و98% تمشي للاستهلاك المباشر اللي هو اللي كاملين تنعرفوا. شنو هو المصدر ديالك؟ اغلب الابحاث في الانترنت. هذا سؤال جواب دبلوماسي شي شويه. واخا تبارك الله على جواد، تبارك الله على نجوى. نسول الجمهور اللي معنا في حاضر في البلاطو، الى عجبكم جواد والطريقه ديالو هزوا لو بوست ديالكم، ديروا لايك نشوفوا. ولا عجبتكم نجوى ديروا لايك. ربما شويه كاين لافونتاج عند نجوى والله اعلم، ماشي نشوفوه من بعد الشوط الثالث والاخير اللي هو الضربه القاضيه او السرعه النهائيه او الخاتمه ديال المواجهه. 30 ثانيه 30 ثانيه لكل واحد. في الاول بدينا مع جواد، من بعد بدينا بك نجوى، نختموا معك جواد. بالتوفيق لك ولنجوى، عندك 30 ثانيه كخاتمه. 3 2 1. كما سبق لي وان اشرت، فان التقنين الذي نتحدث عنه اليوم يتنافى مع المواقف الثابته للدوله المغربيه والتزاماتها الدوليه لمكافحه هذه الزراعه. يعني المغرب شحال هذه هو خدام باش يحد من انتشار زراعه القنب الهندي، نجيو اليوم نقولوا لا خاصنا نحبسوا هذا الشيء وخاصنا نقنوا باش نساهموا في انتشار تجار وبارونات المخدرات تحت هذه الحجه اللي تبان لي انا ماشي شي حجه مقنعه. 2-1. تبارك الله عليك، شكرا جواد. الخاتمه مع نجوى، 3-2-1. اعتقد انك لم تسمع يعني كلامي جيدا. ان المغرب وقع سنه 1961 على اتفاق لتقنين زراعه القنب الهندي، لماذا وقع عليه اذا كان لم يقم بتطبيقه على ارض الواقع؟ تتحدث عن المشاكل التي تعاني منها تلك المناطق، يعني ان القنب الهندي يزيدهم مشاكل تلك المناطق بما يعني المشاكل التي تعيشها ليست يعني وليده زراعه القنب الهندي. واقول لمره الف ان الدوله تتحمل المسؤوليه فيما يخص ثوابت الدوله. مساله الحلال والحرام، الدوله هي المسؤوله عن الاوضاع الكارثيه التي الت اليها تلك المنطقه، وهي التي تتحمل المسؤوليه. وشكرا. الثقة عليهم جوجهم.
تفاعلوا معنا انتم على مواقع التواصل الاجتماعي، عطيونا الراي ديالكم على جواد، على نجوى، في الطريقه ديالهم، في الاسلوب ديالهم، وكذلك علاش لا في الاراء ديالهم على هاشتاغ جينتين، هاشتاغ جينتين على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحه ديالنا على فيسبوك هي جينتين. بطبيعه الحال حنا نديروا واحد الاستراحه شويه ديال الاشهار، مازال معنا الفنانه ديالنا نضى الايبورك، معنا ضيفه مفاجاه في اخر الحلقه، معنا التحليل ديال الكوتش نعيم، وبزاف ديال المفاجات والبودكاستات كيتسناوكم من بعد الإشهار. فاصل ومن بعد نواصل. كيف ما شاهدتوا المنافسه اليوم كانت قويه بين جواد ونجوى، ولا كانت المنافسه قويه كتصعب المهمه اكثر على الحكمه الاستاذه نعيم. ياك استاذه، قبل ما نسمعوا التحليل ديالك استاذه، نبغي نسمعوا الراي، ربما يعاون شويه الراي ديال النضال على المشاركين، كيف جاوك اليوم، شكون اللي قنعك اكثر؟ انا صراحه عجبوني بجوج، والمستوى ديالهم كان زعما تبارك الله عليهم بجوج. انا الا غنقول الراي ديالي غنقوله غير في يعني في طريقه الالقاء ديالهم، ماشي في المحتوى. جواد يمكن بحكم انه استاذ عنده يمكن اريحيه اكثر في الالقاء، عجبني في الاول في المقدمه كيفاش قال شنو المسائل اللي غيتكلم عليها، فاعطاني فكره. عجبني كيفاش استعمل اللغه العربيه وفي نفس الوقت الدارجه باش يخاطب داك الانسان العادي اللي كيشوف، اللي يمكن تجيه اللغه العربيه شويه صعيبه. نجوى عجبتني فاش كانت تعطي يعني كتعطي حجج وكتعطي ارقام وكتقولها علاش خاصنا نقنوا زراعه القنب الهندي. عجبتني النون فيربال، كيفاش كتكلم على الموضوع ديالها بحماسه، يعني استعمال الجسد ديالهم، استعمال الجسد ديالها نون فيربال كوميونيكيشن. غادي تاخذ لك بلاصتك نضال. لا 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 نهائيا، بالعكس انا كنتعلم منها، انا دائما كنتابعها وكنشوف النصائح اللي تتقول وكنستافد منهم. الحاجه الوحيده اللي يمكن نجوى هي كانت شويه سريعه في الكلام ديالها، ممكن ماشي شويه سريعه، تبارك الله عليها، يعطيك الزفت معاهم، تبارك الله عليهم بجوج. التحليل ديالك استاذه نعيم، بسم الله. النقطه اخرى ندوزو للنقطه. الوغ دونك عندكم الصح. بغيت غير نقول بان هاد الموضوع ديال اليوم موضوع صعيب، موضوع صعيب وعنده بزاف، عنده علاقه مع السياسه، علاقه مع الاقتصاد، علاقه مع الاجتماع شويه. دونك بالنسبه ليا هاد السوجي هذا، انهم عرفوا كل واحد يهضر فيه، راه ديجا تبارك الله عليهم عندهم نيفو كبير، زعما فريمون كنحييهم. دونك اليوم كان عندنا استاذ وصحفيه، وانا كنت كنشوف فريمون جوج ديال الناس اللي عندهم اللي مولفين يهضروا قدام ان بوبليك. دونك كنت كنشوف الاستاذ مرتاح، حيت استاذ اون فادير لحقتش استاذ، دونك كانت عنده الطريقه ديالو باش كيهضر وداك الشيء، ما كانش عندنا مشكل. وكانت عندنا دلوتر كوتي بيان سور نجوى اللي حتى هي كنت كنلقاها اليز. دابا فرونشمون كاين واحد شويه ديال المفارقات هي اللي اليوم غادي تعطي لا ديفيرونس. دونك نبدا بجواد، واخا ليديز فيرست زعما اليوم ال 8 مارس، ولكن زعما غدا ال 8 مارس، دونك غادي نبدا به. الوغ جوستومون عندها الصح نضال اللي قالت انهم يبدا المناظره، بدا عطانا السومير ديالو باش غادي يبدا في المناظره. ديما كنبداو المناظره بالسومير، ها علاش غادي نهضر انا اليوم. الوغ نجوى ما عطاتناش السومير ديالها، ملي بدات عطاتنا الفكره ديالها الاولى، قدمت الفكره ديالها. دونك هذا هو البونيس الاولاني اللي عنده باغابوغ على نجوى. الوغ نجوى كانت عندها التدخل ديالها بلو ديناميك، كانت عندها كتحرك، دونك شفناها كتحرك يديها، كتحركها التعابير ديال الوجه ديالها، دونك كان شويه كنا كنبغيو نشوفوها ملي كتهضر. ما نساوش انا ملي كنو كنهضروا انه كنبغيو ان الاخر يبغينا، خاصنا نعجبو، خاص تكون ديك لا نوسيون ديال لا سيدكسيون، خاص الاعجاب يدخل في الهضره. ودونك كان بحكم انها امراه نقولوا حش النهار العيالات، دونك نقولوا كل شيء، دونك كان عندها شويه في الالوان اكزاكتومون، دونك كان عندها ديك لا جيستويل وكانت عندها داك التعابير ديال الوجه اللي عاوناتها. بالنسبه لجواد كان صارم بزاف وكان معقول بزاف. استاذ قالت لي اللي قالت هذا الشيء. الوغ الارقام، نجوى كان عندها ارقام اكثر ما كانوا عند جواد، ولكن بجوج بهم الارقام ما فيهاش مصادر. في المحاضره في المناظرات باردون ديما خاص عندنا تكون ارقام اللي عندها مصادر، سينو كتبان بحال خرجتي ديك الارقام من دماغك وجيتي كتهضر. داكوغ، الوغ دابا يقدر المناظر الاخر يكون عنده حتى هو دار ريشيرش في ديك الارقام، واللي مزيان هو انه من هذا يعطي الارقام الاخر يطعن في ديك الارقام ويعطي مصدر ويقول له تما كترجع عندنا المناظره بلو ريتمي ومفيده.
داكوغ، ما كيجيش كل واحد حافظ تا 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 كيقول داكوغ. الوغ كيما قلتو نجوى كان عندها واحد لو ديبي كي غابيد، سادير كانت كتهضر بالزربه، قال لها كاريمون اسامه واحد الساعه زعما قلتي 4 دقائق جوج دقائق زعما واحد لي زارغيمون عندها كانوا مزيانين. كان عندها الديبا ديالها بلو غيش، علاش؟ لحقاش كان عندها كيما قلت كانوا عندها بزاف ديال البراهين، كانوا عندها بزاف ديال الافكار، وكان عندها بزاف ما يتقال. الوغ كو جواد لعب على واحد الفكره ولا جوج اللي هي دوك الناس تما ما نديرو ليهم زراعه فوالا اللي سبستيتيو داكشي، دونك ما كانش عنده بزاف ديال لازارغيوم، هو عنده جوج هي عندها بزاف، غير هي الطريقه باش كانت كتقولهم واحد مورا واحد. ما نساوش من يكونوا في المناظره الله يخليكم تقلوا الديبي ديالكم، حيت ملي كتقل الديبي ديالك كتعطي قيمه الهضره ديالك، والاخر كيسمعها مزيان وكيتصنتها مزيان، ودونك كتعطيها لامباكت، فهمتيني؟ الوغ بزاف ديال لازارغيوم والزربه سا دون غيان. الوغ شفنا حتى في الاخر باش يديروا الفينيش، انا عجبني الفينيش ديال نجوى. انا تنقول ديما احسن برهان عندك خليه للاخر. كنبداو بحال هكا كنديروا انستركتور، كنبدا بالاول وكنتم غادي بهم كريشندو من الموا امبورطون بلوز امبورطون، وبقى نكلاسي فيهم، وفي الاخر نسالي بداك الواعر هو اللي نسالي به في الاخر. دونك هو في الاخر الارغيومون الاخراني ما كانش عنده زعما عنده ان امباكت، ولكن ديالها هي في الاخر كان عنده الامباكت. دونك حللت فوالا. بغينا نعرفوا دابا النتيجة بواحد الفارق ديال نقطة واحدة، دونك 9 على 10 لنجوى و 8 على 10 لجواد. برافو برافو لكم بجوج. جواد الأستاذ ديالنا تحية ليك، وروح رياضية ياك؟ روح رياضية غدا عيد المرأة، خاصنا نخليوها. برافو عليك سنتي نجوى، ومسيرة موفقة في الإعلام إن شاء الله. طريقة المشاركة في المناظرة في المواجهات ديال جينتين هي أنكم تبعتوا بفيديو فيها دقيقة ولا أقل من دقيقة، فيها رأي ديالكم وفيها طريقة متميزة على موقع ديالنا جينتين.ma، ومن بين 6 الفيديوهات 6 المشاركات اللي فيهم معارضين ومؤيدين كنختاروا اللي يحصلوا على الأكثر ديال اللي لايك، ومن بعد عندنا معايير ديال تسلسل الأفكار والقوة ديال البراهين ديالكم، وإن شاء الله تكونوا معنا حاضرين في الحلقات الجايه من جينتين. ودابا غادي ندوزو لكل ما هو ويب معك سناء. ونتعرفوا اسامه اليوم على جديد الانترنت ولو شيفر دو لا سيمين مع خالد شريف وفقره ديسكوفر. شكرا بزاف خالد، ونتلاقاو مع حلقه جديده وفقره جديده ديال ديسكوفر السيمانه الجايه. مازال معنا نضال ايبورك الفنانه ديالنا. بغيت نسولك بحكم انك ساكنه في الامريكان، وفي الاول ديال الحلقه دويتي على انك عربيه مسلمه الى اخره، كنشوفوا نوع ما من العنصريه بعض المرات في القاره الامريكيه، واش فايت لك شفتي هذه المظاهر ديال الاسلاموفوبيا؟ That's a hard question. كراسك بشي حاجه في الشكال ياك؟ ما عرفتش، انا شخصيا يعني انا الا غادي نتكلم على هذا الموضوع غنتكلم من تجربتي الخاصه. انا شخصيا ما عمري ما واجهت او عشت شي موقف بحال هكذا. يمكن لانني انا مني مشيت قلت انني جيت لهذا المجتمع خاصني نتعلم، خاصني نستافد، ناخذ شي حاجه اللي غتفيدني واللي غادي تفيد بلادي، وفي نفس الوقت نعطيهم حتى انا حنا شكون هما حنا، شنو الثقافه ديالنا، شنو الدين ديالنا، علاش نتكلموا. ما غنقولش انهم ما كيكونوش، كاينين، وكاينين بزاف ديال الامثله مؤخرا كانوا احتجاجات على دائما كيكون مشاكل ما بين الشرطه وما بين مثلا الافريكان امريكانز، وكنشوفوها دائما في الاخبار، ولكن انا شخصيا ما عشتهاش. وكنتمنى يعني كاين بزاف المشاكل في المجتمع الامريكي اللي باقي لحد الان كيعيشوها، فكنتمنى هاد المسائل يعني تحيد. انت عندك الجنسيه الامريكيه؟ لا جنسيتي مغربيه وافتخر بها. مغربيه، برافو عليك. شكون في نظرك الرئيس المقبل ديال الامريكان؟ صراحه ما متبعش الديبيت، ولكن بغيت هيلاري كلينتون تربح. لا ماشي واحد بعيد ماشي، ولكن انا واحد زوج ثلاثه اربعه. انا فاش كنت في الجامعه في الاول، فاش كانت كنظن ترشحات لاول مره، كانت البنت هيلاري كلينتون جات عندنا الجامعه، ويعني كتساند الام ديالها، وتكون اول مراه كرئيسه. دونالد ترامب والو؟ لا
انا ما كنتفقش مع الـ مع الـ مع الافكار والمبادئ ديالو. هي ذا بزنس مان. نبقاو في عالم الانجليزيه وعالم ترجمه. انت الاخ ديالك كيدير ترجمه وانت تبارك الله تبارك الله عليك خبيره في اللغات واللغه الانجليزيه. غنلعبوا معك واحد اللعبه نضر ايبورك. هي نعطيك عباره مثل مغربي شعبي 100% وغادي ترجميه لينا بالانجليزيه. صعيبه هذه. لا صعيبه. يلا يمكن لكم تشاركوا انتوما في ديوركم. المثل الاول اللي خصك ترجميه هو بالانجليزيه هو اللي بغى العسل يصبر على قرص النحل. اللي بغى العسل يصبر على قريص النحل. Whoever wants honey needs to survive ants bite. ولكن ترجمة حرفية. كذا بغيو لي مثل. هذا أمريكي. لا ماشي ما يمكنش. المثل الثاني الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام. كذا ندير لها إنجليزية. الحاجة اللي ما تشبه مولاها حرام. الحاجه اللي ما تشبه مولاها حرام. كنشوف فيك شنو لابس باش باش تستيري باش تستيري. نقله هنايا الحاجه اللي ما تشبه مولاها حرام. I don't know, whatever you wear needs to look like you maybe. ما نعرف واخا. واش القضيه كاينه حتى غير عندنا في ثقافتنا ولا حتى هما عندهم عندهم كيسميوهم بروفيربس يعني دي. لا كنهضر على هذا الموضوع ديال زعما الحاجه اللي ما تشبه مولاها حرام. حنا تنقولها بزاف في المغرب. هما نقول لك واحد القضيه. انا واحد المره كنت غدا واحد السيد غادي بالكلب ديالو كيتمشى به وقالوا لي بانه بعض المرات الحيوانات الاليفه اللي كتربيهم كيولوا كيشبهوا الما ليهم. فممكن هما عندهم كيفاش. اخر مثال هو 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص. مية تخميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص. ما غنديش لها ترجمه حرفيه. ترجمي المعنى. نترجم المعنى. بدلتي القوانين ديال دابا انت. ولكن حيت ما غاتجيش 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص. You should think 100 and 100 thought before you use the scissor. No, you should no. think carefully. You should think carefully about everything. لا total reflection. نعم total reflection. You should think carefully. تبارك الله عليك ساره. صراحه تفيق على نضال ايبورك. عندك ديبلوم جينيراسيون تان في الترجمه. احنا نبقاو في الترجمه لانه زكريا 36 معنا في الفريق بودكاستر وجلينا سميتو زكريا 36 زيكوس 36 وجلينا واحد الاغنيه دارها بموقع الكتروني ديال الترجمه. نتفرجوا في ريميكس. جوجل شنو غادي تغني لنا اليوم؟ رانا غني ليكم اغنيه كون وسيمبا. ياك يلا سمعينا. يكتشف الغامض والمثير يستنتج بالعقل الكثير كونان الرجل الصغير يسعى دائما المحقق كونان يبدو واثقا يعمل جاهدا لا يخشى المحن آه كونان كونان أسرع فالزمن يجري يا كونان كونان هيا يا كونان. هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ سيمبا 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 خادم سيمبا جاء سيمبا عند تلي بين قطعان ضباع سيمبا خادم سيمبا جاء سيمبا عند تلي بين قطعان ضباع. الان فقرات ويب ومات خلي في الحلقه ديال اليوم غادي يكون كيهضر وغنهضر لكم اليوم على عالم المراه وعالم الموضه والاناقه والجمال. ياك اليوم غادي نهضروا على لي بودكاست فيمينان ديال لا بوتي ديال لا مود. والى عقلتوا شحال هادي الا بغينا غير نقلبوا على شي وصفات ديال الجمال كان خاصنا نبقاو نتسناو الجريده ولا ماشي جريده مجله. هما ماشي لا عقلتوا.
واحد المجلة شحال هادي المجلة شحال هادي المجلة فوالا باش نجيو المجلة ونقلبوا على الركن ديال الأعناق والجمال آخر الوصفات والجديد ديال الموضة دابا ولا كلشي ساهل مع الإنترنت ولا دي بودكاست ولا فوالا غير بكليك ولا حتى مواهب وحتى البنات اللي كيعجبهم كيهتموا بهذا المجال كيخصهم الوقت ديالهم كيشاركوا مع الناس ومع البنات ومع السيدات هذوك المعلومات اللي تعرفوا وكيشاركوا معاهم حتى التجربه ديالهم ولا جربت ان برودوي شنو اللي زوين فيه ودابا باش مزيان حتى في انترنت كتقدر تهضر لك حتى على لا مارك ما كاينش مشكل الاشهار تقدر تقول لك لا مارك منين تشريها لا ولكن هذيك راه كتكون بوبليسيتي كلونديستين يعني اشهار بطريقه غير مباشره ولكن كيكون كتخلص زعما عليها على بلوغوز كاينين ماركات عالميه اللي كيمشيو عند هاد البنات اللي كيكونوا مثلا عندهم في بزاف وكيقدموا لهم البرودوي ديالهم على اساس انهم هما يتكلموا عليه وكاين اللي ولات مهنه ديالهم يعني كيربحوا منها في الطرف واللي بغيت نقول هو بانه ملي كتفرج يعني كتستافد اكثر كتعرف حتى لي ديتاي ديال لا مارك كتشوفها مزيان كتشوف لا ريفيرونس كتشوف هي مثلا اللي جربات مثلا برودوي ديال وجهها شنو وافقها شنو اللي كيوافقوا ودابا في المغرب ولاو واحد العدد كبير انا تفاجئ الصراحه من قلبت ديال لي يوتيوبرز ماروكان اللي كيلقاو اقبال كبير وعندهم واحد العدد هائل ديال المتتبعات السيدات والبنات ما عرفتش واش متبعه شويه نضال انا متبعه شويه غير هو انا مشكل مع داكشي اللي كيديروا ما عمره ما كيطلع ليا بحالهم واخا كنمشي كنشري نفس الماركه بعض المرات ولكن يعني الواحد كيتعلم لانه البنت او المراه دائما خاصها تهتم بالمظهر ديالها وبالاناقه ديالها وكتعلم انا كنت اوتيزيتهم مره واحده كانت دوك لا موديل دوك لي ديلاستيك بغيت نديرهم لبنتي وما عرفتش كيفاش شريت هذيك الباكيه ما عرفتش كيفاش ندير ليها طابيت سيغ يوتيوب واحد بنيته مغربيه عرفتي علمتنا كيفاش زعما كنشكرها دابا بطريقه مبسطه مبسطه كتشرح شويه كندير بوز وكنتبع داكشي زعما وانا اليوم في الويبوبات غادي نقرا عليكم ولا غادي نقول لكم البعض من الاسماء ديال اليوتيوبرز اللي تقدروا تتبعوهم هذا ماشي ان كلاسمون ماشي غير هادو اللي كاينين يعني هادو غير البعض وحتى نتوما على لاباج تقدروا تفاعلوا معنا وتعطيونا البعض من الاسماء ولا شان يوتيوب اللي كتعرفوا اللي مختصين بلا مود وبلا بوتي كاينه زين بلعوني اللي دايره لاشين ديالها زي بيوتي واللي كتبعها اكثر من 38439 ابوني زينه اغناو اللي مسميه لاشين ديالها زينه اغناو كيتبع اكثر من 11770 وكاينه سناء اللي مسميه لاشين ديالها ماشي انا سناء ناس وكيتبعها اكثر من 927637 دونك هاد لي يوتيوبرز كنستافد منهم كيف ما قلتي استاذه ليلى نعيم بزاف ديال الحوايج وانا واحد لا فيديو اللي عجبتني غادي نقولها لكم بسرعه هي اللي كدور دابا بزاف وشنو كاين في صاكك كل وحده إذا جا الوقت ديال شكون دار البوز عيد المرأة بزاف ديال لي فام دايرين البوز في الانترنت بزاف ديال لي فام محركين الويب في المغرب اوتوماتيكمون ملي كتفكر في الويب المغربي النسائي كيطيح لك في دماغك الماكياج و في الحلقة غادي نقول لكم ثلاثة اللي دايرين البوز في هاد البلان مروكن غلامور بيتي بيوتي وزاي بيوتي هاد لي شنو هما اللي محركين الويب في داكشي ديال الماكياج وداكشي انا الفيديو اللي كيعجبني هما ملي كيحطوا الفيديوهات ديالهم يلاه غادي يديروا الماكياج مع الصباح ديك الساعة كتكتشف الحقيقة ان 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 موستاش كيفاش موستاش ما فهمتش شكون اللي قال موستاش انت قلتي موستاش ماشي انا اللي قلتها كاع انت عندك موستاش عندي موستاش انا عندي لحيه ملي قلبنا على النساء اللي دايرين البوز في الويب المغربي لقينا حنان امجد تعرفت في الانترنت واحد الفيديوهات كديرهم على التعليم وعلى نظام التعليم كتشرح الناس شنو هما المشاكل اللي كيلقاوهم في التعليم وداك الشيء ودابا راه ولات كدير اشهارات في التلفازه دابا السي محمد وعندها المعجبين ديالها كتبغي دير شويه الضحك في الفيديوهات ديالها ساعه صراحه كتبان ليا غير تشتات صراحه لا خاصها شي حاجه ما ناقص انا سبعتيني سيدي مازال دخليني مازال صاحبي تاتا يا صاحبي مالها
ميسة سلامة الناجي عندها تقريبا 400 ألف واحد في لاباج ديالها. ومن السياسة مرورا بالمالية الإسلامية والشريعة والاقتصاد والعلوم الاقتصادية وقد فهم في كل شيء. لي زارتيكل ديالها كيتفاعلوا معاهم الناس بزاف وكيتبارطاجاو بزاف. وداز بشحال من قناة مغربية وعربية كتعبر فيهم على مواقف سياسية جريعة. سلامة الناجي هبربو ديالك شكيب عصفو. هذه راه دري. لا هذه دري سميتها مونيا ممثلة واعرة كتقمص أدوار واعرة اللي كتصرعهم. هذه راه دري. وانت راه قلت لك خارجه من لي زعما راه كتصرع داكشي اللي كدير. لا ولكن هادي راه دري. شحال من واحد الاول كيسحب ليه دري. هاي الفيديو ديالك تدوي هنايا دري. لكن هادي راه در اجيال ترى عندها 14 مليون فيو تبارك الله. سير معلم 29000 ابوني واحد الوقيت الفيديوهات ديالك كانوا دايرين خربه في الانترنت. لا ماشي دري منال منيب. هاد الصدى 100% يكون شي واحد فيكم شاف شي خطره في الانترنت. منال منيب رئيسه جمعيه ايد الخير اللي لونسات الجمعيه ديالها. اول حاجه فكرت فيها هي دير البروموسيون ديالها فيسبوك. وكدا دارت واحد الفيديوهات كتشرح حالات عجاليه ديال الناس اللي خاصهم مساعده واللي داروا البعث بسبب هاد الفيديوهات. الجمعيه ديالها تعرفت في العالم كامل وكتجمع تبرعات لناس الفقراء وراء انترنت. ممكن دير فيها صدقه جاريه الا بغيت. شكرا منال. ما علينا اللي كطابي ما علينا في اليوتيوب كتلعوا لك ديسك ديال الخليجي. ماشي هما اللي بغينا ندوي لكم عليهم. انما بغينا ندوي لكم على الكونسيبت ديال ابتسام فجار. ابتسام فجار هي واحد الدريه صغيره ولكن نشيطه جمعويه كبيره وتعرفات في انترنت فيديوهات كيشرحوا مواقف فلسفيه اللي كتعاون الناس في الحياه ديالهم. وبهاد الفيديوهات صادفوها بزاف القنوات العربيه باش تعبر على راي الشباب المغربي. ابتسام فجار تقول باللي القناه ديالها ما كتشافش بزاف لان المغاربه ما كيهتموش بهاد المواضيع واخا هما حساسين في حياتهم. لهذا كندعيوكم تفرجوا في القناه ديالها زوينه. والترا مرشح السيزار السي محمد. سيزار اللي ما كيعرفوش بحال قلتي لوسكار ديال لورو مهرجان كبير ديال السينما. اه لبنى بيضاء مرشحه في كاتيجوري ديال احسن ممثله. كاترين دو نوف سيسيل دو فرانس كاترين فرو ايزابيل هوبير هادو كاملين مرشحين معاهم. الفيلموغرافي ديالهم دايره بوم شارج شبعانه افلام وتاريخ وكيمثلوا من واحد الوقت. وفي الكارير ديال لبنى بيضاء ملي كنشوفوا الافلام اللي عندها كنلقاو عندها فيلم واحد. اجي مثلت واحد فيلم مع سعيد الناصري ديال اين فيلم حماله ديال سعيد الناصري زوينه صح. حتى لا صاحبي حنا كندويو على الافلام. انا بعدا ابيدار فاش كتعجبني في ديسكور ديالها ولا عرفت اللغه عندها. جو سون تري هوروز اي جو مو سون اون بيتيت برينسيس. فكرتني في شي حاجه. سي لو غو وي بور لو كانديدات. اجرا لقيت واحد لاشين زوينه حتى هي نسائيه في الواد. هادي ناد جيم هادي ديك الساطه ندى بستوني هاد لاشين هادي. ولكن حنا داوين على ابيدار صاحبي. ابيدار ولكن كون رشحوها صاحبي الميو غيسبوار فيمينا اللي هي جائزه كتعطى لواحد مبتدئ في السينما. انما هما رشحوها مع الاباطره ديال السينما الفرنسيه الحاجه اللي ما مفهوماش بحال كيبان لك بغاو يصيبوا لينا غاندي في ابيدار. وكاين امثله اخرين في الواب اللي هما محركين ولكن ما كافيش هادشي في الواب المغربي. باقي باغين حضور نسائي يكون اقوى. شكرا لكم جاوبين عليه. خلطت علينا الضيفه ديال الدقائق الاخيره. مرحبا بك دلال. الاسم ديالك دلال. دلال رشيد ياك. 21 سنه اكزاكتومون. انت ايتوديونت ديال جامعه الاخوين. وكاينه واحد القضيه في الحياه ديالك مؤخرا. انت تبارك الله عليك جميله مثقفه وقارئه ونورتي البلاطو والشعير ديالك زويون. وهذا لا كوب ولا لا كوافور عندها حتى هي واحد المعنى. انت مؤخرا كنتي في لي زوبيتو وانت درتي واحد الصفحه اللي سميتها سمايل تو فايت. وانتيا نقدروا نقولوها مصابه بمرض السرطان. انتيا اليوم فيك المرض اللي كنعيطوا ليه لو كونسير. اكزاكتو. وكيفاش متعايشه مع هذا الامر؟ هي بيان سور سي مرض صعيب اي دوكو في الاول كيجيك سي ان شوك ولكن ابخي كتولف به. وباش تحاربو خاصك تساعد تقول انه مرض عادي وتعيش معاه ودير داكشي اللي كيقولوا لك الاطباء ولكن خصك تاخذو بشكل عادي وصافي. انت كتبغي تقولي كتقولي انه الكونسير جزء من حياتي ماشي هو حياتي كامله. هذه خديتها من عند العم ديالي هو كان مريض بالكونسير وما بقاش. ولكن كان واحد النهار قال لي ان الكونسير راه شي حاجه صعيبه وغادي تعذبي بزاف ولكن الا دورتي حياتك كامله على داك الكونسير راه غتمشي لك الحياه ما يبقاش عندك واحد الحاجه اللي غتبغي تدابزي عليها باش تبقاي حيه. دوكو ديما خليه هو في طرف جنبك وما تنسيهش ديال تحاربي ولكن عيشي في جنب الاخر عيشي. و انا كنبغي اولا
نحييك على الشجاعة ديالك وحيت اليوم جيتي وبغيتي تقسمي معنا هذه اللحظة وتعاودي لنا القصة ديالك. حنا تنعرفوا بأن اللي صعيب في هذا المرض ماشي غير الإنسان اللي تيكون مصاب به، حتى الناس اللي حيطين به، لونفيرونمون وحتى لونتوراج، حتى بغيت نقول حتى العائلة، حتى الوالدين، حتى الأصدقاء. كيفاش تتعامل دلال؟ لأن كتبان لي أنت اللي كتعطي لينيرجي بوزيتيف للناس اللي عايشين معاك. وهي كيقولوها أنا اللي كنعطيهم لينيرجي، ولكن هما ما كيعرفوش أنهم تما هما اللي كيعطوني لينيرجي ديالي. كسوا لي بارون ولا الاصدقاء ولا اوسي الناس اللي عندي في لاباج اللي كيصيفطوا لي الميساج وكيقولوا لي كملي راكي تو نو انسبير، الوغ كو ما كينساو انهم حتى هما ينسبير وكيخليوني انني نبقى غدا وكنحاول ندابس مع هذا المرض. المرض ديالك هو ايوينغ ساركوما، يمكننا نترجموه بسرطان العظام. لا، حيت كاينين بزاف الانواع ديال سرطان العظام، وكاين واحد النوع متخصص اللي هو سميتو ايوينغ ساركوما، حيت السيد اللي اكتشفو سميتو ايوينغ، ولكن ساركوما هو الامراض الاعظام بشكل عام. هي كاينين فيه حتى هو انواع مختلفه. هاد الصفحه اللي درتي سمايل تشوفها، تبارك الله الابتسامه هي قوه وشجاعه، وتبارك الله عليك مبتسمه. زعما ان شاء الله الله يشافيك، كنتمنوا لك التشافي من دابا من غدا انت وجميع المرضى المسلمين ان شاء الله في اقرب وقت. الصفحه ديالك سمايل تشوفها وصلت ل 30 ألف ديال لي فان، والأصدقاء والزملاء ديالك في الدراسة داروا لك واحد الكليب فيديو زوين سميتو هاي دير دلال، وهاشتاغ سمايل تو فايت، هاشتاغ هي دير دلال، كان مؤثر بزاف. واش كاع الناس اللي كتعرفي ساندوك وعاونوك؟ يمكن انا تقيل في السؤال لانه قصه مؤثره شي شويه، فهمتيني؟ واش كاع الناس اللي كتعرفي ساندوك، ولا كانوا شي حاجات شويه في شكل ما تقبلوش؟ هي كاين اللي خصنا نعرفوه ان الناس باش كيسمعوا الكونسير كل واحد كيفاش كيتعامل معاه، كاين اللي كيقول لا خصني نكون بجنب هذاك اللي مريض، وكاين اللي كيقول ما نقدرش انا نتحمل انا نكون حداه، حيت الا كنت حداه غادي نكعيه اكثر من اللي نفرحوا ولا نعطيه نقصلو من الطاقه ديالو اكثر من اللي نعطيه الطاقه انايا. دوكو كاينين الناس اللي ساندوني، وكاينين الناس اللي خداو شويه لا ديستانس، ولكن ما كناخذهاش بطريقه خايبه، كنتفهم ان كل واحد كيفاش كيتعامل مع هذا المرض، كسا سوا هو اللي مريض ولا الناس اللي دايرين به. دوكو ولكن الاغلبيه لقيتهم بجنبي وكيساندوني، وبالعكس كيدفعوني انني نبقى عاديه عايشه حياتي ونكمل هذا. وي كريمه تفضلي. فرانشمون كنحيها، تبارك الله عليها، زعما تبارك الله عليك. لا فورس مونتال ديالك كنحسيناها دابا في هاد من جلسه، يا بوكو دينيرجي تبارك الله كو فو ديجاجي، تبارك الله وصل عندي. حنا كنعرفوا بان تنقولوا احنا في التنميه الذاتيه ان الجسم كيحس داكشي اللي كيفكر فيه، لو كور سون سو كيل بونس، دونك ملي تيفكر في لا مالادي كيحس بلا مالادي، ملي كيفكر في الحياه كيحس بالحياه. دونك كلشي دون لا فورس مونتال، دونك بقاي في لوبجيكتيف ديالك، اي بونس الحياه، حسي الحياه غتبقى الحياه. ميرسي بوكو، شكرا. ان شاء الله وجدنا لك واحد الكلمه من طرف النورس. قبلي عليه. قبلي علينا. قبل ما نقولها كاين واحد البيت شعري تعجبني، تيقول لك كم من صحيح مات من غير عله، وكم من سقيم عاش حينا من الظهر. هذه بيت ديما تنديرو في دماغي، لان الموت ما عنده علاقه، ربما تيشجعك. الكلمه اللي بغيت نكتبو زعما سمحوا لي تاثرت شويه، بيناتنا انا اكبر فان، نقد نولي أكبر فنان قدام هذا الإبداع. سيداتي ساداتي دلال رشيد، اللي كنت معاه في الاستماع. تصفيقات. يلاه 21 سنة وعندك الشوفة ناضجة، عرفت ولاش؟ حيت عانات وفهمات من المرض شحال من حاجة. بنت الرباط صاحبة صفحة سمايل تو فايت. ابتسموا يا الناس ابتسموا، راه كلشي فايت. يمكن مريضه كيما بزاف مرض السرطان، ولكن عرفات باللي هادشي غير مجرد امتحان. حنا وصحابك والناس وجين تاني مساندينك، هادي هديه منا ليك، وعرفي باللي ولينا ديفان وللابد متبعينك. شكرا بزاف اللي جيتينا دلال، تبارك الله عليك، وغادي نتبعوك الصفحه ديالك، والله يشافيك ان شاء الله في اقرب وقت انت وجميع المرضى. شكرا اللي جيتي زرتينا، وشكرا على الشجاعه ديالك، وفيف المراه المغربيه. شكرا بزاف نورس، شكرا بزاف استاذه نعيم، شكرا بزاف سناء، شكرا اسامه والابتسام. ما نختموا الحلقه ديالنا ونعاود نشكر دلال ونشكر نضال اللي كانوا منورين اليوم في الحلقه ديال اليوم. شكرا لكم. شكرا بزاف نضال، ان شاء الله ترقبوا الجديد ديالها، والجديد ديالها هو الماضي، كليب رائع جدا. غادي وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا بزاف على حسن التتبع
التجربه ديالكم. تلاقاو في مواقع التواصل الاجتماعي وبيناتنا جنتين. شكرا بزاف لمخرج البرنامج دريس تباع والطاقم الفني والتقني. ان شاء الله نتلاقاو بالجديد السيمانه الجايه. ونختموا بسيلفي صوره تذكاريه. تفضلوا جميع ونعيطوا لي ديباتور اللي كانوا معنا. وتحيه للجمهور. شكرا بزاف. شكرا. تهلاو لينا فراسكم. يلا كلشي كاين لي ديباتور. جواد واحد جواد.